نرحب بكل من يتابعنا من أهل المدينة، إن شاء الله دائما تكونوا بخير وصحة وسلامة. نبدي وياكم حلقة جديدة من برنامجنا. نرحب بكم ونبدي حلقة جديدة مثل ما قالت نضال، لكن اليوم وهذه الأيام اللي راح تجي مثل ما قالت الأنواع الجوية شوية حالة الطقس، أكو أمطار وأكو عواصف، نتمنى أنه تمر الأمطار بالخير والصحة والسلامة على الجميع. البارحة كان أكو خبر عن اختيار بغداد أسوأ مدينة من حيث المعيشة، أي اختارها للأسف بالمركز الأخير، كان ترتيبها 221، يعني كانت بغداد بذيل القائمة. احنا بهذا الموضوع يعني اليوم راح يكون حديثنا، ومن البارحة احنا نزلنا هذا الموضوع أيضا على صفحتنا الرسمية والوحيدة على الفيسبوك، وكانت اكو تفاعل كلش كبير من قبل اصدقائنا، وكان لهم ايضا تعليقات مهمه ان شاء الله اليوم راح نقراها لكم. طبعا هذا الاستطلاع تجري شركه ميرسر اللي تقوم باجراء الاستطلاع على الصعيد العالمي بغرض مساعده الحكومات والشركات، وتختار دائما هذه الشركه 221 مدينه من كل انحاء العالم، وعدها مجموعه من الـ يعني الحيثيات اللي على اساسها تختار المدن وتقيمها. طبعا اول 221 مدينه يعني هي كانت في ذيل القائمه، واحنا ترتيب بغداد 221. اها يعني، واول يعني اذا نريد نجي على الموضوع من البدايه، ففيينا هي اللي حصلت المرتبه الاولى، وراها زيورخ واوكلاند بالمرتبة الثانية والثالثة، ميونخ بالمرتبة الرابعة، وديسلدورف وفانكوفر بالمرتبة الخامسة، وبغداد هي في المرتبة 221. طبعا مثل ما قلنا اكو على اساس يعني جودة المعيشة، الامان الشخصي، اكو مجموعة من الحيثيات اللي على اساسها هم يختارون. يعني من مدن عربية اللي كانت متقدمة بالاستطلاع هي دبي، أحرزت المرتبة 74، أبو ظبي 78، يعني أكو بعد مدن، الدوحة 101، المنامة 106، جدة 159، صنعاء كانت 216، يعني بيننا وبين صنعاء خمس، يعني صنعاء متقدمة على بغداد بخمس مراكز ضمن أسوأ المدن، يعني احنا 221. هاي المعلومات المهمة عن هذا الاستطلاع حتى نعرف، لأن الموضوع مو يعني حتى يشوفون ناس شلون صار الموضوع بالتفصيل. طبعا هذه مو أول مرة هي يتم اختيار بغداد، هاي المرة الثانية، يعني بال 2010 صار هذا الاستطلاع ايضا، همينا بغداد كانت 221. عن مشاركات الاصدقاء عن هذا الموضوع اللي نزلنا البحث على صفحتنا الرسميه لاهل المدينه، وصلتنا الكثير من التعليقات، وصلنا تعليق يقول سلام على ام الدنيا ما دام بغداد بنهايه التصنيف. قيصر الجبوري صديقنا يقول سببها الفساد الاداري وعدم اهتمام المواطن بنظافه مدينته. عالية جاف تقول نتمنى بس شوية يديرون بالهم على الناس المساكين، ترى اكو هواية ناس حتى لقمة العيش ما تملك، والحمد لله على كل حال. احنا عندنا هواية يعني تعليقات، خلينا نروح نشوف آراء الناس بالشارع وراها نرجع نكمل التعليقات اللي موجودة عندنا. رحب بيك عمو برنامج أهل المدينة قناة الشرقية، ونحب ناخذ رأيك. تم اختيار عاصمة الثقافة العربية بغداد كأسوأ مكان للمعيشة من ضمن أسوأ العواصم
للسنة الثانية على التوالي بال 2011 بال 2012. هذا التصنيف كان ضمن استطلاع أجرته منظمة ميرسر. برأيك بغداد تستحق تكون هذا التصنيف أو هذا ترتيبها؟ لا. طيب شنو السبب؟ السبب لا، ماكو لا أمان ولا شغل ولا يعني كل هذه مفقودة من العراق، انفقدت يعني حتى هاي الأشياء المعيشية قاموا يستوردوها من الخارج. طيب عمو أنت يعني شلون كانت بغداد قبل وشلون صارت هسه؟ والله هي زمان الملوكية يعني احنا كانت بغداد يعني احسن من هسه بهواي. هسه قلت لك ماكو لا شغل مثل الاول. طيب ايام الشباب ايام الخير اللي انتم عشتوها شلون كان وضع بغداد بالنسبه لباقي العواصم العربيه؟ شنو كان تصنيفها؟ شنو كان ترتيبها؟ بغداد كانت احسن العواصم بالعواصم العربيه. نعم. اي فهسه مو مثل الاول، هسه صارت اردى العواصم للاسف. اي والله. رأيك بموضوع أنه بغداد تم اختيارها للسنة الثانية على التوالي، تم اختيارها 2011 و2012 من أسوأ المكانات، من أسوأ العواصم وأسوأ بيئة للمعيشة للأسف طبعاً بالعالم. شنو رأيك أنت بغداد تستحق تكون بهذا التصنيف؟ والله هي صراحة ما أجت من مكان فارغ يعني هاي التسمية، كونه إحنا عايشين بها يعني دا شوفين أنت سوء الخدمات وما شاء الله يعني الحكومة ما قصروا لنا بأي شيء. وش نقول بعد يعني رأيك انت هسه مستوى الامن والامان والمعيشه وكخدمات بصوره عامه، مو خدمات بس الشوارع، كخدمات حتى الصحه والتعليم، هي هذه كلها خدمات تقدم للمواطن؟ طبعا شيء طبيعي، هي خدمات اصلا ماكو، ان كانت المستشفيات، ان كانت بال خلينا نقول بالمجلس بلدي، ان كانت كهرباء، كهرباء ماكو يعني هسه الكهرباء احنا منطقتنا صار لنا يومين تجينا ساعه واحده. وخلف الله على المعدات اللي احنا شغليها. ثانيا الخدمات يعني كخدمات صحيه، خدمات تكون مجاري ماكو، اذا تمطر الدنيا يعني هاي اخر مطره احنا شارعنا لحد الان لحد هاللحظه فايض. نعم. هي اغلب شوارع بغداد تمر للاسف بنفس المعاناه، برايك تستحق هذا التصنيف بغداد؟ والله احنا نتمنى انه نكون عاصمه الثقافه العربيه، احنا نتمنى نكون اول دوله بالعالم اللي هي كانت قبل سنه الثمانينات اول دوله بالعالم بالحضاره وبالنظافه وبالثقافه. نعم. وصلت سنة 2000 ما شاء الله صارت أول عاصمة، أول عاصمة بالفساد الإداري وبالمخلفات وبالسوء الخدمات من كل شيء صارت. بغداد كانت يعني لها باع بالعلم والتطور، لأن كانت الناس تفد إليها من كل بقاع العالم، تزود بالمعرفة والعلم لأنها بلد علم حقيقة يعني. وفي الآونة الأخيرة بسبب الصراعات السياسية، انهيار الأنظمة السابقة، ونعرف احنا كل الزيان هسه التفجيرات الحاصله ببغداد هي سبب رئيسي في تردي الاوضاع العلميه والاقتصاديه. كانت في السابق تسمى بغداد الحضاره. بغداد الحضاره، مو انت ذات نظر لها من الجانب العلمي لها يعني لها فد طرق خاصه، مو واذا من الجانب الاقتصادي ايضا لها طرق خاصه. من الجانب الاقتصادي الارهاب هو السبب الرئيسي في تردي الاوضاع الاقتصاديه، وايضا من الجانب العلمي ايضا الارهاب له يد في هذا. ليش؟ لان العالم يخاف يعني يلتجئ لطريق عمله ويشوف هواي كوادر علميه هربت خارج القطر. والله احنا يسيئنا انه يتم اختيار بغداد كأسوأ يعني عاصمه من ناحيه المعيشه، لكن هي لو ترجع الى اسباب يعني من ضمن هالاسباب هي خلينا نقول تقطع اوصال العاصمه من خلال حواجز الكونكريتيه وصعوبه التنقل. يعني احنا قبل فتره كنا في بغداد لمده اسبوعين، يعني لاحظنا انه ممكن توصل من منطقه لمنطقه يراد لك فد ساعه زمان، فهذا يؤدي الى انه مثلا اللي يريد يروح العمل راح يتاذى بسبب السيطرات. هاي من جهه، من جهه ثانيه صار الزخم السكاني اللي ببغداد اللي موجود طبعا، وايدي يعني هو طلب ايدي عامله قليله، فراح يكون يعني طلب كبير على العمل. احنا بدورنا لو ندعو الحكومه انه تشجع السكن بالمحافظات من خلال مثلا بناء مجمعات سكنيه، لان تعرف كثره السكان راح تؤدي الى انه يعني سلبيات هواي بالمحافظه في العاصمه. شجع السكن بالمحافظات من خلال بناء مجمعات سكنيه، وادعو اللي يريد ينتقل من بغداد اعطاء وحده سكنيه، فكثير من الناس اللي ما يمتلكون سكن راح اذا حصل له بسكن بمكان اخر يروح، وهذا يؤدي الى قله السكان في العاصمه، يصير جماليتها اكثر، نظافه اكثر، لان تعرف الزخم له هواي سلبيات بهذا الجانب. بالنسبه لاختيار المنظمه اللي اختارت دبي كاجمل مدينه وبغداد اسوء مدينه، طبعا انا ايدهم بهذا الاختيار.
بغداد ما مو بس سيئة، أسوأ من السيء بسبب الفساد اللي موجود بالعد الوزراء. أبدي لك، هي من الوزراء والمدراء العامين دوائر الدولة كلهم فاسدين. طبعا هذا أشي يولد قلة خدمات، انهيار البنى التحتية، وهذا سببه الفساد اللي تكلمتوا عليه وتردي الواقع الخدمي. يعني قبل أسبوع مطر يومين، بغداد فاضت. زين وين البنى التحتية؟ وين مشاريع الصرف الصحي؟ كل شيء ما يقدمون لا الوزير لا المدير العام، وهذا سبب الفساد الموجود بالدولة طبعا. والله هو صحيح هذا الرأي يعني، وتختيارهم صحيح، لأن هنا عندنا المسؤولين والدوائر ما يشتغلون ولا ينفذون، كلهم على مصالحهم وعلى شغلاتهم وملتهين بكراسيهم، وما حد يدير بال المواطن ولا للمدينة ولا للبلد ولا العاصمة يعني. وهذا الشيء واضح يعني، مو شوف شوارع بغداد شوارع العراق كلها السيطرات والصبات والجيش، هذا يعني تقول انت داخل معسكر، انت مو داخل مدينة يعني. هذا شيء يعني صحيح، اللجنة اكيد اختارت هذا اختيار صحيح. شكرا جزيلا. منظمة دولية اختارت اسوأ مدينة بالعالم لعيش بها هي بغداد، شنو رأيك على الموضوع انت كمواطن عراقي؟ والله هي بغداد يعني الى مواطن اجنبي يريد يجي يعيش عندنا بالعراق فهذا ينتحر، لانه ما عندنا اي وسائل رفاهيه، لا من كهرباء لا من شوارع خاليه لا من ظروف امنيه لا من اي يعني. الاجنبي ما يتخيل ايش عندنا ونحن عندنا بالعراق. والله طبعا بحقها حاليا، لانه من كثر المصدات اللي بيها وكثر الحواجز اللي بيها وزحمة السير اللي بيها يعني، وفايضة بالوساخة وين كانت بغداد قبل وين كانت وين صارت هسه يعني. مو بس بغداد، محافظات العراق كلها. احنا نشكر كل اصدقائنا اللي يعني تواصلوا معنا بهذا الموضوع على الفيسبوك، تعليقات كانت كلش هواية وكلها يعني تتأسف على الحال اللي وصل له الوضع في بغداد تحديدا. يعني اكو مشاكل ادت بالتالي الى انه بغداد تحتل المرتبه 221 كأسوأ مدينه للعيش في العالم. عندنا هسه مجموعه صور ما نستعرضهن اللي هي تمثل بغداد في يعني قبل عقود يعني بالثمانينات او قبل الثمانينات، اكو صور حتى بالسبعينات وبالستينات. هذه هي مجموعه الصور اللي بدنا نشوفها، هذا يعني اعتقد بالجانب المطل على ابو نواس يعني على النهر، هذا فندق المنصور ميليا. شوف شلون عمران، هذا شارع رشيد، شوف الامانه المطابقين هذه اي الامانه، والشارع فارغ ماكو سيارات هوايه، نظيف ماكو صبات. هذا ايضا مكان ثاني من بغداد همينه هو بأمانات، والأشجار مع الأشجار الخضراء صور جميلة. هذا باب المعظم. هذه ساحة الخلاني هنا، شوف في بغداد. شلون حنسوي مقارنة بين قبل وهسه؟ لا هي هذه يعني نشوف مختلف المراحل يعني هذه الصور. هذا أيضا فندق المنصور ميديا. هذا ايضا جانب الكرخ، نشوف نطل على النهر، نهر دجله، واحد من اهم المعالم في بغداد. هاي بالثمانينات، ممكن اقدم همينه الى الثمانينات، لانه بناء عالي الباص. بناء عالي همينه اكو. هذه ساحه الطيران بعد، الصوره شلون عمق بيها، شلون منظر حلو. هذه قديمة نوعا ما هذه الصورة. ساحة الطيران ما باقي بها بس الحدائق قاعدين حاليا. هذا شارع ابو نواس، شوفي من هنا يؤدي للجادرية، الجسر اللي يصعد على اليرموك والقادسية. يعني شوفي الاهتمام يعني ايش قد ما يكون عالي ما تبين النتائج
يعني بلحظتها تفوتين بشارع نظيف ما راح يلفت انتباهك انه شارع نظيف، لكن من تفوتين بشارع وسخ راح يلفت انتباهك انه شارع وسخ، لانه دائما اثار التعمير صعبه وما تلمس بسهوله، لكن اثار التدمير بكل سهوله واحد يقدر يلاحظها. هذا اللي يخلينا دائما نركز على نقطه النظافه ونقطه هذا، واكيد يعني مو بس اكو تقصير من الجهات الحكوميه، يعني احنا نتمنى ايضا من المواطن نفسه، من المواطنين يعني من يجي العيد شايف بالاعياد شلون طلعون ناس ما اعرف منين، يعني ناس غرباء عن هذه ويسوون اشياء فضائيه والمكان اللي يفوتون به بعد ما يعوفوا يعني ينهجم. صحيح. زين، فلذلك احنا نتمنى انه يعني مثل ما الحكومه لازم تاخذ مسؤولياتها، المواطن همينه لازم ياخذ مسؤوليته في الحفاظ على هذا بلدنا. رغم كل هذا احنا نبقى نحب بغداد وهي عاصمتنا. بال 2006 اكو مطربه استراليه اسمها تينا ارينا غنت البغداد، خلينا نروح نشوف هاي الاغنيه. قالت سلالات والويل صفاني، قالت سلالات والويل. J'ai vécu heureuse dans mes palais d'armoire et de pierres précieuses. Le tigre glissait sous les pavés de cristal. Mille calices bousculés sous mes carnets de bal. On m'appelait la cité pleine de grâce, Dieu comme le temps passe. On m'appelait capitale de انه بغداد تم اختيارها اسوأ مدينه من حيث المعيشه، لكن تبقى هي مصدر الهام لكل الفنانين. مثل ما شاهدتوا هذه الاغنيه للمطربه الاستراليه تينا ارينا اللي مثل ما قلت غنتها بال 2006، ومن قبل كانت مصدر الهام للكثير من الفنانين، يعني ذكر فيروز وام كلثوم غنت لبغداد. لا احنا يكفي قضيه واحده، انه دائما بافلام هوليوود إذا كانت الكارتون أو الأفلام العادية لما يريدون يتحدثون عن الشرق فهم يكون مثالهم الحي هي بغداد القديمة بالطراز مالتها، يعني هواي أفلام أكو هواي أفلام ألف ليلة وليلة طبعا لازم يعني من يريدون يعني هي العنصر اللي يمثل الشرق، هي واجهة الشرق مو اليوم والبارحة يعني من زمان، وخصوصا في فترات تاريخية محددة تكون دائما مثال على هذه المنطقة أسرها. ان شاء الله ترجع بغداد مثل ما كانت ويبقى اهلها ان شاء الله دائما بخير ان شاء الله. هسه نطلع من هذا الموضوع ونروح الى مواضيعنا، مواضيع اهل المدينه الاخرى. خلينا نروح الى كركوك، اكو قرارات جديده تخص اصحاب المولدات انه يكون التشغيل من الساعه 7 الصبح الى الساعه 12 بالليل. أصحاب المولدات هذا الموضوع شافوه ما يصرف لهم، طلعوا بتظاهرة حتى يوصلون أصواتهم. نروح الكركوك ونشوف شنو الموضوع بالتفاصيل. أخي بالنسبة لنا احنا ما عندنا أي إشكال ويا الدولة، بس عندنا إشكال واحد على القرار
يعني من 7 الصبح لحد 12 بالليل جرة واحدة 17 ساعة. أي صاحب مولده يشغل 17 ساعة. كمية سعر الأمبير 5000 دينار. عمي إحنا ما نريد سعر الأمبير. قرار جديد. قرار جديد. إحنا عندنا كل سنة عندنا قرار شتوي وقرار صيفي. قرار الشتوي يقول من 7 الصبح للتسعة يرد من الأربعة العصر للاثناعش بالليل. من 7 الصبح للتسعة الصبح. للتسعة الصبح ساعتين يرد استراحة يرد من الأربعة العصر للاثناعش بالليل. إذا إحنا نقصر أكو الجهة هي اللي تحاسبنا. هسه نسبة الغاز 15% يعني. إذا شغلتوا شنو الداعي إذا شغلتوا من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 12 بالليل لخدمة أهالي مدينة كركوك وينطوكم غاز دعم غاز يعني مجاني؟ ما ينطونا. إذا انطوكم خلي ينطونا إحنا شغل أني أسعى على قد كلمتي وهاي قدام كل العالم أشغل 24 ساعة وما أطفي وإذا يقوم محرك أجيب محرك ثاني. إذا انطوكم غاز مجاني. إذا ينطوني غاز هسه ينطوني 15% 15% أني شو أسوي بيها؟ ما تكفيني أني 10 أيام ما تكفيني. ولا ترى نطالب من السيد المحافظ ورئيس مجلس المحافظه احنا هسه دزينا مبعوث اللي هو كاك عمر وكاك صابر انطيناهم قراراتنا يرضون بهالقرارات يرضون ما يرضون بهالقرارات بعدين احنا ما نشغل نقعد ببيوتنا نقفل المولدات و... تم صاحب المولد صحيح؟ نعم صاحب يا منطقه واحد حزيران انتوا اليوم اصحاب المولدات كل مناطق كركوك يعني جميع مناطق كركوك طلعتوا تظاهره ليش؟ والله على مود الغاز وعلى مود التشغيل تشغيل نعم يعني ساعات التشغيل صارت من 7 الصبح لحد 12 بالليل وسعر الامبير 5000 دينار 5000 دينار ما يصرف لكم ما يصرف ابدا شنو اللي يصرف لكم العاد والله خلي يسوونا من الساعه 7 الصبح للساعه 9 ومن من الاربعاء ل 12 سعر الامبيريه ب 6000 دينار الله يسعدك اخاتي انت صاحب مولدات احنا اصحاب مولدات كنا لهنا احنا اصحاب مولدات انت وين مولده مالتك القادسيه الثانيه شنو المشكله اللي خلتكم اليوم تطلعوا مظاهره مو مشكله مشاكل اخي مشاكل احنا عندنا حقوق هسه يم الدوله ونريد حقوقنا وهي يريد مني تشغيل 17 ساعه ويعطيني غاز 15% ويقول للمواطن يدفع 5000 شيء ما يشبه شيء احنا جايين هنا اليوم نريد صوتنا يطلع ويسمعوا المسؤولين اذا المحافظ اذا اي شخص نريد صوتنا يطلع نريد حقوقنا مثل ما هم يطلبون منا حق اللي نجهز المواطن طبعا هو شنو المواطن انا هم مواطن هو مواطن انا مواطن انا مو دوله حتى جهز 17 ساعه الدوله هسه تحدى الدوله اذا جهز 17 ساعه وخلي يسمعوني الدوله مو قالت احنا راح نجهز 24 ساعه هذا حكي اخي الحكي شكل الفعل شكل انا ابو مولد انا الفعل هسه اطفي مولد اشغل 12 بالليل اطفي كهرباء ماكو هسه صارت ازمه الكهرباء الازمه اذا من تصير ازمه المفروض ابو المولد يدعموه مو انا اجي ابو المولد اضغط عليه شنو يريد مني 17 ساعه شنو يعني يريد مني 17 ساعه يعطيني تدري شنو 15% لو لا الغاز 15% ما يكفي المولد 10 ايام زين 10 ايام انا شنو ابويا محافظ اروح اشغل من جيبي 20 يوم منين اللي انا مواطن كل مولده عايشين عليها 30 نفر 20 نفر هاي كلهم اصحاب المولده اذا اداره كركوك انطتكم دعم غاز اضافي أي. اذا اعطونا دعم هاي الاداره احنا مقابل المحافظه هسه خلي يدعمونا خلي ليش الغاز ب 450 دينار ليش الغاز بفلوس؟ مو احنا للنفط. باخذوا راي رئيس النقابه مالك. مو حتى موجود. لا اخي هو اصلا هسه داخل محافظه يعني مجلس محافظه كركوك مع الاسف يعني انا خلي اقول يعني حزونا كركوك بصراحة كان عندنا 20 ساعة صحيح بقية المحافظة ما عندهم كهرباء احنا كان شلنا كهرباء زين بس هسه حاليا هم مقررين غاز وهذا مو صلاحية مجلس المحافظة للعلم والاطلاع صلاحية بغداد هو اللي قرر 15 لتر هم هسه يطلعون ايش يقولون 15 لتر يعني بهاي الحالة هم ما عندهم صلاحية يعني مجلس المحافظة ما عنده صلاحية زيادة زيت احنا هسه حاليا جايين نطالب يطلع مسؤول كهرباء يقول لنا هذا العشرين ساعة وين راح هي مشكلة كبيرة ان واحد لما يدافع عن ابو المولدة لانه ابو المولدة هو مكروه من قبل الناس لانه هواية يعني كانوا يشتكون من اهل المولدات بس فعلا هم بالفترة الاخيرة اهل المولدات يعني دي صار عليهم ضغط كبير او ما اعرف يعني هذا الضغط اللي يتسلط على المولدات يتسلط شويه على العمل الكهرباء الوطنيه اما حتى ذول الناس يخف عنهم الحمل شويه
يعني انتم جهزوهم غاز اقل زين ويريدون منهم ساعه تشغيل اكثر اكثر وبنفس السعر. يعني موضوع ما اعرف قد يكون بنوع من المبالغه بالضغط. نتمنى انه يوصلون الى افضل ساعات تجهيز كاصحاب مولده، بنفس الوقت كهرباء الوطنيه همينا توصل افضل ساعات تجهيز. شوي نخفف الامور لانه اليوم نعطرها نعطرها. نروح للنجف راح نشوف هناك رواج سوق العطور ومحلات بيع العطور اللي هي طبعا مو تصنع العطور وانما تجيب اشياء جاهزه. خلينا نشوف التفاصيل ونسولف وراها. نريد نعرف يعني العطورات اللي موجوده اللي عندك المشهوره واللي الزائر النجفي اللي يجي للزياره انه يستذوقها وإلى فد طعم خاص عنده بها. ما هي العطورات؟ مثل الورد، المسك، العنبر، ذني هن مال الزياره يعني. يعني مثلا عندنا احنا ورد هاي خابطينه مسمينه وردنا، يعني هذا مرغوب عند الناس، مال صلاه مقبول، عطر فرنسي. زين اغلب العطورات مثل انتم مسوون خلطه خاصه؟ يعني عندنا خبطات خاصه، يعني احنا شلون هسه الورد قلت لك الورد او يطلبون المسك او العنبر او مسك الحرمين. الافضل دائما عليه طلب اكثر يعني. يعني عندنا الوردنا، يعني هذا احنا خابطي، يعني مجموعه ورود خابطين مسمينه وردنا. مصدر هذه العطورات يعني فرنسي اسباني مثلا هيك. اي الاغلى العطورات اللي موجوده مثل اللي تستوردوها شنو يعني نوع مثلا؟ يعني هو الفرنسي اغلى شيء هو النوعيه الفرنسيه. أي. يعني هذا عليه اقبال وسعره غالي، مثلا مثل الفندي او سانسي ذني فرنسيات عليه طلب واقبال كلش جيد جدا. زين اللي تفضل انه الخلطه مثلا اللي سووها اللي محلوله لو الزيتيه؟ يعني الزيتيه راح يصير عطر مركز. أي. بالبخاخ راح يصير ماده كحول وياه. يعني الاكثر شوف زبائن شنو يعني الزبائن حسب الطلب مالته الرغبه، يعني ياخذوه زيتي اذا كان للزياره ياخذه زيتي. يعني على مود الاشكال مال الكحول. طبعا تعرفون انتم بهذه الامر بان العطورات هاي المركزه مو عطورات اجنبيه مستورده، عطورات اجنبيه البخاخ اللي ينصحنا الناس يعرفوه البخاخ. هاي عطورات مركزه مستورده اجنبيه، اربع مناشئ انجليزي فرنسي اسباني الماني. ذني عليه طلب طبعا الفرنسي يفوق على كل نوعيه، الفرنسي بيه الورد والقداح والمسك والعنبر. الزائر اللي يفضل اي عطر هنا اللي يجيكم؟ ازيد الزوار اللي يستخدمون العطر عطر الورد. اي بالميلان بالنجف الاشرف لان ورد ورد النجف. نعم. ماشي عندنا هذا وكل الناس يعرفوا. نعم. ورد النجف هذا من العطورات الماشي. أي. ورد النجف الأشرف والمسك، مسك الحضرة اللي هو مسمى مسك الحضرة. أي. مسك الحرمين. وباقي العطورات الأجنبية المستوردة مثل الهافوك والأتيرنتي والجلامور والدنهال والوان مانشو، ما مسميات هواي بالعطورات. الزائر اللي يفضل اللي يدخل مثلا الحضرة عطر الزيارة، مثلا نقول عطر الزيارة، أي عطر هو اللي يخليه هذا العطر عطر الزيارة؟ شنو مش هو أنت يا حبيبي يا أخ العزيز، هو جاي يسمي أنت عطر الزيارة، هو عندنا عطر الزيارة هنا ماشي، هو عطر الزيارة اللي هو من الورد والمسك، ورد ومسك أفضل شيء، لأن هو حتى مذكور بالقرآن المسك. نعم. المسك مذكور كلمة بالقرآن، والورد بعد ورد النجف بعد، ويقولون كل وردة ولها ريحتها. خلينا نشوف والله العطر هسه تسوي خلطة مال المسك ومال الورد، خلينا نشوف. أي هذا العطر؟ هذا عطر المسك. عطر المسك. أيه. اللي هو هذا اللي يميل لونه الحمار، مسك النجف، مسك الحرمه. علبه خلينا نشوفه، خلينا نشوفه علبه شفافه اللي هو خلينا نشوفه. هذا علبه شفافه اللي هو هذا. نعم. بالمناسبه السرنجه مالته خاصه. أيه. سرنجه خاصه على مود ما يخبط ويا غير عطر. ترى قرب لك يا هنانة سرنجة مالته هذا خاصة على مود ما يخبط ويا غير عطر، لأن عطر خاص هذا نطيه للناس صافي مركز صافي. هذا مسك، وهذا ورد النجف يتخلى بعد ويا مادة ثانية ورد النجف.
هو ورد جوري، ورد جوري، ورد المحمدي، اللهم صل على محمد. هذه ينخلط وياه، ينخلط وياه ورد جوري. اللي هو يصير لونه أبيض، أبيض يصير لونه ورد، ورد أبيض. هاي العطورات الأجنبية عندنا، أزيد العطورات استخداما عطور أجنبية، الهافوك، دنهال، جامبيت، كوبرا. زين أكو عطورات مثل نسائية وشبابية؟ طبعا أكو عطر نسائي، أكو عطر يعني رجالي. طلب مثل أكثر مثل نسائي شنو؟ أزيد العطورات النسائية طبعا الهوغو، هوغو بوس، سكيب، كازانوفا، واشكال شبابي مثل شباب يطلبوها عطر شباب. أزيد شغلنا اللي موجود هسه هنا، احنا جاي نعطيهم تراكيب، تركيبات. أزيد العطور تركيبه، نخلط نوع ويا نوع، بس كل نوع اللي نخبط ويا النوع الثاني، هذا أزيد تراكيب. العطر النجفي، الخلطه النجفيه مشهوره بالذات، يعني لها في الطعم، عدد لها في الطعم. أزيد شيء ماشي عندنا عطر، فد عطر هسه مميز عندنا، الهافوك واللانقوم. هافوك ولانقوم ينخبط اثنيناتهم ويعطيك فدنكه طيبه اثنيناتهم. العطورات هاي كلها يعني المركزه مستورده؟ طبعا مستورده، كل استيرات اجنبي خارج. استيرات منين؟ استيرات قلت لك بدايه الامر، قلت لك اربع مناشي، الماني وفرنسي انجليزي واسباني. عندنا تجار معروفين اللي موجودين بغداد، 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 ذولا تجار معتمدين اللي ما يذبونهم من غير مكان، بس له التاجر هو ذاك الموزع يوزع باقي المحافظات، نجف، بغداد، كربلاء، بصرة، ما يحضرني بعد باقي المحافظات، الاسم يعذروني. هذا كل ما عندنا اليوم واللي يخص المدينة وأهلها. نشكر كل من تابعنا، وإن شاء الله دائما نشوفكم على خير والسلامة. نشوفكم بحلقة جديدة ونقولكم في أمان الله. This is